المصريين في الخارج بيواصلوا بالتصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024 في أول خطوة من خطوات عملية الإدلاء بالأصوات في الانتخابات الرئاسية مصر 2024. عملية التصويت هتستمر بالنسبة للمصريين في الخارج حتى غدا الأحد الموافق 3 ديسمبر، وده بتكلم على المصريين في الخارج. بعد كده هتبتدي الانتخابات في الداخل. انتخاباتنا بقى في الداخل هتبقى لمدة 3 أيام، هي أيام 10 و11 و12، يعني الحد الجاي، مش اللي جاي ده على طول، اللي بعده والاثنين والثلاث. لكن قبل ما نبتدي المشهد داخل جمهورية مصر العربية، خلونا نتكلم على المشهد في خارج جمهورية مصر العربية في الدول المختلفة. خليني أقول إن امبارح اللي حصل في قنصليات وسفارات مصر في الخارج يخلينا نقول إحنا فخورين بعظمة هذا الشعب، لأن عمره ما تأخر عن تلبية نداء الوطن. امبارح خليني أقول كان في كرنفال ديمقراطي وعرس ديمقراطي بمعنى الكلمة. المصريين خليني أتكلم خاصة في الدول العربية، اصطفوا في طوابير للمشاركة في الانتخابات الرئاسية علشان الوطن يحافظ على استقراره وتنميته. أنا ليه تحديدا حددت الدول العربية؟ لأنه امبارح كان الجمعة، والجمعة بيبقى يوم أجازة، فعشان كده كنا بنلاقي زخم كبير من المصريين على السفارات والقنصليات. كلنا طبعا شايفين ومتابعين ما يحدث في المنطقة وما يحاك فيها من مخاطر. علشان كده خليني أقول إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية دي مش حاجة ترفيهية، لا، ده واجب وطني، واجب للوطن. طب تعالوا نشوف برا استعدوا إزاي، أو العدد اللي موجود برا علشان المصريين في كل دول العالم يدلوا بأصواتهم. عندنا 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج بتعقد فيها الانتخابات الرئاسية للمصريين في 121 دولة حول العالم. حضراتكم طبعا عارفين ان الانتخابات الرئاسية بيتنافس فيها 4 مرشحين. انا بتكلم على الانتخابات دي، الأربع مرشحين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمزه الانتخابي النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران ورمزه الانتخابي الشمس، المرشح الرئاسي حازم عمر ورمزه الانتخابي السلم، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة ورمزه الانتخابي النخلة. أنا لما بتكلم على المصريين في الخارج أنا ما بقولش كلام من فراغ، وما بقولش كلام مطلق، وما بقولش كلام لمجرد الكلام ان احنا طالعين في التلفزيون بنقول كلام، لا، احنا عندنا الدليل بالصوت والصورة. وأبلغ رد على حجم المشاركة